Dad, it's good to see you. Where are we going then? This is perfect. How do you even know about this place? This is a vacation, remember? The Fantastic Five back together again. Ruth? Meg! Quick! Come on! This is... There's no signal. Stop the boat! Are we gonna sink? I can't swim. How far are we from land? We can do this. I'm so sorry this is happening. Someone needs to swim for help. Anyone got any better ideas? Hungry, are you? Come on then, you bastard. Faster! I don't know if I can do this much longer. ايه ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه فيلم Something in the Water. من الممثلين اللي قاموا ببطوله الفيلم هيفتو قاسم ولورن لايل ونيكول ريكو سيسكو، والفيلم من اخراج هيلي ايستون ستريت. الصراحه مش عارف اللي قلته ده عنوان المخرجه ولا اسمها، بس ما علينا، نكمل المراجعه دي عادي. بالنسبة للمخرجة، فيلم Something in the Water يعتبر أول فيلم طويل تخرجه بعد ما كانت متخصصة في إخراج الأفلام القصيرة والمؤثرات الخاصة لبعض الأفلام الشهيرة. الفيلم نزل في السينمات وعلى المنصات الرقمية يوم 3 مايو سنة 2024. كالعادة وفي آخر كل مراجعة حابب أقول كلمتين، فاللي عايز يسمعهم يستنى لآخر المراجعة أو يجري المراجعة ويسمعهم. الفيلم بيحكي عن 4 من الصديقات قرروا انهم يتجمعوا في منتجع جميل علشان يحضروا حفل زفاف صديقتهم الخمسة، وبالفعل بعد ما اتجمعوا وقضوا وقت جميل، تاني يوم واحدة منهم اجرت مركب واخدتهم لجزيرة صغيرة بعيدة علشان يكملوا احتفالهم هناك، لكن للأسف وقت ما كانوا بيستمتعوا بوقتهم حصل لواحدة منهم حادثة خطيرة، وبيبتدي احداث الفيلم. قبل ما ابتدي المراجعة عايز اقف عند عنوان الفيلم. الصراحة مش عارف ليه سموه Something in the Water. ما المتفرج طبيعي قبل ما يتفرج على الفيلم عارف ان هيبقى فيه سمك قرش، ده حتى انا لو كنت في حمام سباحة او حتى في بانيو وحصل لي حاجة اول حاجة بشك فيها سمك القرش لحد ما يثبت العكس، فالموضوع مش محتاج ان يكون فيه الغاز. فالصراحة عنوان الفيلم ده غريب ومش في محله. اما بالنسبة للنقطة اللي عجبتني في الفيلم ده، اول حاجة كان تصوير المناظر الطبيعية اللي كان جميل جدا، بالاضافة للاداء التمثيلي بالرغم انه كان متواضع الا ان الممثلات عملوا اللي يقدروا عليه بالنسبة للموقف اللي اتحطوا فيه، وكان فعلا فيه مواقف موترة ومواقف مؤثرة، وكل ممثلة قدمت الشخصية المكلفة بيها بطريقة وشكل مختلف ومقنع، بالاضافة للموسيقى التصويرية اللي كانت مناسبة جدا لاحداث الفيلم. والنقطة اللي عجبتني كمان في الفيلم ده هي نفس النقطة اللي قلتها في مراجعة في فيلم قبل كده، وهي ان مخرجة الفيلم ده اشتغلت في مجال المؤثرات الخاصة لبعض من الافلام. اقل حاجة اقولها عن الافلام دي ان هي كانت افلام رائعة، فخبرتها في مجال المؤثرات الخاصة خدمها في الفيلم ده، علشان برغم الامكانيات الانتاجية الضعيفة المخرجة قدرت تتغلب على النقطة دي وما اعتمدتش بشكل كبير على خدع السي جي اي او خدع الكمبيوتر الا في مشهدين او ثلاثة في الفيلم كله. فالنقطة دي الصراحة تحتسب للمخرجة واللي بتبتدي اولى خطواتها في عالم الاخراج. اما بالنسبة لمشكلة الفيلم غير المط في الاحداث والتطويل والاجندات الكتيرة اللي كانت فيه، للأسف طبعا القصة متكررة، فاللي هيتفرج على الفيلم ده هيكون متوقع طبعا معظم الأحداث اللي هتحصل فيه. خلاصة الكلام، فيلم Something in the Water فيلم جميل برغم المشاكل اللي فيه وعكس ما كنت متوقع. تقييمي لفيلم Something in the Water هو 6 من 10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وقبل ما اقول سلام، اللي متعود يدخل السينمات عشان يحضر الافلام الاجنبية او مشترك في منصات اجنبية ياريت بلاش، علشان المنتجين بياخدوا الفلوس دي وبيتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها. فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شوية لحد ما الفيلم ينزل على المنصة المجانية ونتفرج عليه، وبعتذر ان طولت عليكم. سلام.